ربما في الاستعمال اليومي نقدروا نتكلموا على هذه الانطباعيه في استعمال المفهوم، ولكن في العلاقه ما بين المواطن والاداره والمواطن والدوله، ملي كيستعملوا المواطن هو راه التعبير ديالو الموازي حقوقيا هو المس بحقوق الانسان، هو خرق حقوق الانسان. هو المواطن ملي كيعتبر بانه الاداره واحد السلوك عملاته تجاهه كيمس كينقص من وضعه الحقوقي او القانوني او وضعه كمواطن او وضعه كانسان. فهو مفهوم من الناحيه الثقافيه صحيح تبلور داخل المجتمعات، ولكن راه هو اللي جات واحد العدد ديال المواثيق دوليه وديال القوانين وديال القواعد الدستوريه باش تاصل ليه، اللي هو الكرامه الانسانيه، هي حقوق وواجبات المواطنه، هي اللي جات تاصل ليه. والمواطن ما ملزمش فيه يكون عنده وعي اجرائي وياسس المفاهيم وكذا، هو كيستعملها. المهم التعبير عن عموما واش الاستعمال، واش الاستعمال عموما كيغطي جزء من الحاله ديالها. وحنا لاحظنا في العينه ديال المواطنات والمواطنين اللي استعملنا اليوم بان عموما كيحسوا بنفوسهم بان واحد السلوك رسمي دارته الدوله تجاههم غير منصف، كيقلص كينح من وضعهم يا القانوني يا الحقوقي يا الاجتماعي، وهذا فيه نصيب من 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 الصحه. بحال باش نخرجوا من الانطباعيه، كنديروا دوله الحق والقانون. ملي كنديروا دوله الحق والقانون وما كتبقاش العلاقه انطباعيه ما بين الدوله والمواطن، كتولي محكومه بقواعد وبمؤشرات وقوانين وقضاء وكذا، كتولي معقلانه. ملي كتكون دوله المؤسسات والقانون ضعيفه، راه المواطن بطبيعه الحال حتى هو كيكون في حاله ديال الضعف. غنخرجوا من المفهوم باش نمشيو للتشخيص، علاش ما قادرينش نخرجوا من هذا مع كل ما تم خلقه هو تنزيله؟ واش ارتفع وعي المواطن وبالتالي سقف المطالب ديالو ارتفع واليوم بدا تتبلو الحقرة في كل موقع وزاوية، او اننا ما قدرناش نكرسوا واحد البناء ثقافي وما زلنا كنديروا اعادة الانتاج ديالو رغم كل الشعارات التي تؤثر المرحلة التي نحياها؟ لا، هو كنبريو على الاسباب الابعد او غير المباشرة. ملي كتكون الاسباب المباشرة والاقرب ما كتسعفناش. المغرب جميع الوثائق الرسمية تشهد بان النظام المغربي الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي والقضائي غير منصف. هذه الوثائق الرسميه ديال الدوله والخطابات ديال الملك. لا، هذا امر محسوم، الكل يشهد ويقر بان المغرب مازال ما قدرش يوصل لبناء منظومه عموميه صحيه وتعليميه وقضائيه واداريه وديال النقل وديال التجهيز وديال منصفه وعادل، وانه جزء مهم من المواطنين ما قادرينش يولجوا للخدمه العموميه وما كيستافدوش من السياسه العموميه وما كيستافدوش من المال العمومي. هذا في الحقره ما نبقاوش يعني كاين غن حيت خصنا نميزوا المستوى الثقافي والشعور ما بين هناك واقع اليوم في المغرب لا يرتفع. انه مازال الدوله المغربيه ما استوفات الشروط الاساسيه ديال تكون دوله ديال الحق والقانون والمؤسسات. هذا الكل يشهد به وكنشاهدوه يوميا وكنعرفوا يوميا، وكل حدث وقع والا كتبرز هذه الخلاصه ديال هناك خصاص كبير في دوله الحق والقانون والمؤسسات، وان المؤسسات المغربيه المحليه والجهويه والمركزية مازال عندها عجز كبير في التفاعل مع الحقوق والواجبات ديال المواطنين في تدبير مصالحهم على اسس ما هو منصوص عليه في الدستور وما هو منصوص عليه في المواثيق اللي وقعاتها الدوله. ملي كيكون هذا الاطار الناظم في هذه الاعطاب، اذا غادي خصنا نتخلعوا ولا ما حسوش الناس بالحقره غير عادي، واللي خصو يكون سميتو هو الناس ما يكون عندهم حتى حساب. كون اليوم الناس كيعبروا بشكل مستمر وبوسائل متعدده على انهم غير منصفين، الدستور راه دو على الكرامه، راه كدير مفهوم جامع، انت كدير واحد المفهوم جامع، راه الحقره هي كل سلوك يحطم الكرامه الانسانيه كما مقعد لها دوليا ودستوريا. هذا الشيء اليوم عنده مؤشرات، عنده قواعد، وهو الالتزام ديال الدوله وهو الشرعيه ديال الدوله. والخطاب ديال 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 الملك في افتتاح الدوره البرلمانيه كان واضحا جدا، هذيك الشهاده ديال جلاله الملك بهذيك الحده واللي قال فيها جلاله الملك بان هو مضطر يدخل مباشره ويلجؤوا للمواطن لرفع الحقوق على المواطن الاداره. اذا ما نتكلموا لا، وعطانا امثله يعني تكلم على نزع الملكيه هذا مشاكل. والخطير في هذا المشكل سواء كمشكل حقيقي مؤسساتي وسياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي او كاحساس المواطن، هو انه يضر بالوحده الوطنيه، يضر بالتماسك الاجتماعي، يضر بالاندماج الاجتماعي، يضر بتمغربيت اللي دوينا عليها في واحد الحلقه واللي هي اليوم علاش قبلنا تمغربيت قالوا ما بغيش نقبلوا الحقره. التمغربيت راه هي مفهوم خص تاسس ليه الدوله في كل منظومتها وخص يكون ثقافه، اما المسؤوليه جماعيه اكيد ان المسؤوليه جماعيه، ولكن كل واحد مسؤول بقدر الصلاحيات اللي عنده والسلطات اللي عنده والوسائل. اللي عنده صلاحيات اكثر وعنده سلطات اكثر وعنده وسائل اكثر هو مسؤول اكثر، واللي بغى تبقى عنده ديك الصلاحيات والسلطات راه غيبقى مسؤول اكثر. اذا بغينا المواطنين كل شيء يكونوا مسؤولين فنديروا اعاده توزيع الصلاحيات والسلطات والوسائل والامكانيات. ما دام مازال كاين تردد في اعاده توزيع السلطات والصلاحيات مركزيا
ومحليا وعلى مستوى باقي المؤسسات ديال الدوله غادي يكون نقص كبير في تحمل المسؤوليه عند باقي المكونات. اذا دوري نزيد ناكد تجديد ديالنا للتعازيف لفات ديال محسن فكري لوالديه ولكل المعارف ديالو. هذه الواقعه في حد ذاتها المعاينه الاولى اش كتبين فين كاين المشكل. القانون ما كيحميش البحر، القانون ما كيحميش صياده الحوت، القانون ما كيحميش المرسى، القانون ما كيحميش الباب ديال المرسى، القانون ما كيحميش المعاينه ديال المخالفات، القانون ما كيحميش التحرك ديال الاليات العموميه اللي هي الحاويه ديال الازبال. كاين مشكل حقيقي، انا عارف هذه المستويات اللي حديث لكل، ولكن هناك مشكل حقيقي ديال اعمال القانون. الاطار العام هو هذا. من بعد كمل هذا مدخل وقائي، يعني كان عندنا قانون يتحرك. حنا كنعينوا المشاكل كتوقع، الناس كيديروا الدوله والقانون باش يدبروا مصالحهم ويعالجوا المشاكل اللي كتوقع. شنو هو المسؤول؟ المسؤول في التعريف ديالو هو انه كاين مشكل وكاين مسؤول على متابعته وحله، مع ان المسؤوليه جماعيه. من بعد وقعت هذه الواقعه ما تحرك حتى واحد، تخرجوا الناس للشارع. الناس علاش خرجوا للشارع؟ لو كنت تحركات المؤسسات والسلطات العموميه المعنيه في الحسيمه ما كانوش الناس غيخرجوا للشارع. اذا ملي خرجوا الناس للشارع راه الحل جا من الرباط، واللي دوا مع الاسره جا من الرباط، والشرطه القضائيه اللي غتحقق جات من الدار البيضاء. اذا راه في الحسيمه كاين مشكل في المؤسسات ديال اعمال القانون وتدبير المصالح المواطنين. هذا ماشي رايي، هذه ماشي وجهه نظر، هذه معاينه. هذا ما يمكن ينتج الا الحكره، اي التنقيص من الحقوق والقوانين والاطار المؤسساتي اللي كيحمي المواطن وكيحمي حتى مسؤولياته، يحدد حقوق ومسؤوليات المواطن. اذا هذه المساله الاولى اللي خصنا ننتبهوا لها، واللي هي عامه في المغرب، راه عامه تكررت عشرات. يعني هذا ماشي حديث معزول، عندك بعض الاحداث اللي قريتيها بطريقه سي عبد العال. راه واحد الشاب تكلم مع السيد العامل ديال الحسيمه اللي جمع ثلاثه الصباح كيدي مع المواطنين، مع ثلاثه الصباح كيدي مع المواطن تحت الجو دوا معاه، قال لي ودي القانون كي، ولكن راه القانون ما كيطبقش في المغرب. وذكروا بحاله ديال الشبان اللي تلقاو محروقين في وكاله بنكيه في احداث سابقه، واللي لحد الان ما تمش التحقيق وما تمش التحري وما خرجش اشنو هي الحقيقه ديالهم. وهذا الشيء بالعشرات ولينا كنا عارفينه وكنديروا هذا الشيء، لانه هذه بلادنا، المسؤوليه الوطنيه ديالنا هي نقولوا الحقيقه. ندوي على الاحتجاج العمومي، راه حتى مش ما كيهرب من دار العرس، راه حتى المواطن كيمشي يحتج ملي يستنفد كل الوسائل المؤسساتيه والقانونيه ديال معالجه المشاكل. اصلا المؤسسات العموميه موجوده، كيادي لها المواطن الضريبه، كيتنازل لها على جزء من سلطته، راه السلطه ديال الامه وديال الشعب، وكيعطيها الضريبه وكيردخ، لانها هي اللي تدبر امور وعلى اساس انها فعاله وناجعه في تدبير مصالحها. راه في الاصل ما خص المؤسسات العموميه يخلقوا المشاكل، خصهم يكونوا كينتجوا الحلول. وملي كتوقع المشاكل، والمشاكل كتوقع وهذا امر عادي، شنو اللي غير عادي؟ هما ما لقاوش مؤسسات اللي نظلموا عندها واللي نتحاوروا معها وتعالجوا المشاكل. التظاهر السلمي سي مستور، يعني بالعكس المؤشر ديال الصحه والسلامه ديال المجتمع المغربي بداك الشكل البهي والجميل. حنا بعدا نتكلموا امتى كنوصلوا للتظاهر. انا ملي كنستنفد هذه الوسائل كامله، ملي كنستنفدها كنمشي للفضاء العام، لان حتى هو اليه باش نعبر، باش ننبه الدوله، لان المؤسسات المعنيه ما منتابهاش، هي ما اعترفتش بذاك المشكل، هي ما عالجاتوش. هذا ما كيعنيش كل احتجاج راه هو على قضيه مشروعه، ولكن راه كل ما كثر الاحتجاج كيعني كاين خصاص وعجز في المؤسسات وفي القوانين وفي الناس اللي كيدبروا المشاكل. اذا الناس خرجوا احتجوا عموميا لانهم ما لقاوش مؤسسات. اليوم كما اشاروا الاساتذه الاستاذ حاتم، القانون كاين والدستور كاين وكاين الديمقراطيه التمثيليه والديمقراطيه التشاركيه، ولكن داك الشيء مازال ماشي مفعال. لهذا الاحتجاج السلمي هو غيتنامى في المغرب بقدر ما استمر العجز ديال وخاصه محليا. يعني الان الناس اللي مسؤولين من سلطات عموميه، من جماعات ترابيه، من مندوبيات وزاريه، خصها تكون. كاينه مساله اخرى غريبه في المغرب، كنعرفوها العامل، ما كنعرفوش المناديب الاخرين، ما كنشوفوهمش، ما كنعرفوش، ربما حتى ما قراتهم. هذا امر غريب. الانتخابات كنتعرفوا المناديب، المندوب الصحه والتعليم والنقل والتجهيز والثقافه، ما كنعرفوش. حتى المنتخب المحلي كذلك. بحال ما كاينش، ما يمكنش الدوله، ما كيمكن حتى شي دوله حديثه وعصريه ومعقوله ومسؤوله كتسير بنيه. الا بغينا نقولوا الحقيقه، راه هذه بلادنا وحنا داخلين في تحديات كبرى وبادلين مجهود كبير في المغرب بكل صدق، وكاينه ارادات حقيقيه صحيح، ولكن اش دايرين حنا من جهه؟ كنعليو الانتظار ديال المواطنين بواحد العدد ديال الاصلاحات المكتوبه وديال الخطابات وديال الدستور وديناميه اجتماعيه، وديناميه اجتماعيه خرجت من عقالها وخوفها والطموحات ضعفات، وفي نفس الوقت الوسائل المؤطره لهذه الديناميه الاجتماعيه واللي خصها تجذب الطموح ديال المجتمع ومصالح المجتمع وحقوقه وتحولها الى طاقه ديال البناء وديال التنميه وديال الديمقراطيه ضعيفه. لهذا اليوم جزء من هذه الطاقه كيمشي للشارع العام او كيمشي للفيسبوك. خطير اليوم المجال ديال تعاطي المواطن مع الشان العام والتفاوض مع الدوله والتشكيله ديال الدوله، ولا هو فضاء اعلامي صحيح، هو فضاء الحريه والحمد لله ان المواطن لاقينه، ولكن ماشي مؤسس. اليوم في المغرب في رايي انا فين كاينه المفارقه؟
هو متفقين في التشخيص ومتفقين في الحلول. دابا كنا فين ما كاينش كاين واحد الجزء من المغاربه ما باغينش يخلصوا الثمن ديال الحلول. الثمن ديال الحلول هو دوله القانون والمؤسسات والمواطن. دوله القانون والمؤسسات هو كل شيء كيتحاسب، ما كاين حتى شي واحد خارج المحاسبه. هو انه كل شيء تحت القانون هو تطبيع المؤسسات. السياسه سياسه، انتخابات ما كنلعبوش فيها، هي انتخابات، هي انتخابات حق الشعب ماشي حق شي جهه اخرى. هذاك مجال محفوظ للشعب يختار اللي بغى. ملي كندوزو انتخابات وغتجي تصوب الحكومه، هذا مجال محفوظ للاحزاب، هي اللي كتصرف تصيب او تخطئ تحمل مسؤوليتها، محفوظ ليها. الامن محفوظ للاخوان ديال الامن، الجيش محفوظ للاخوان ديال الجيش، الاقتصاد محفوظ. ولكن كاينه دوله كتراقب الجميع، كدير التحكيم، كدير الاشراف العام، كدير التنظيم العام، كتحرص على تطبيق القانون على توازن المصالح، ماشي توازن شي حاجه اخرى. لانه اي توازن ما كانش توازن ديال المصالح ما غيكونش منتج. فالمشكل عندنا هنا تمام، كاينه مصالح باش ندوي بصراحه تبنات خارج القانون وخارج المؤسسات، مازال كتقاوم باش انه ما يكونش القرار العمومي كيتصرف في المؤسسات والقانون، واصلا ما يكونش المجتمع والشعب طرف اساسي في القرار العمومي، كيستحضر المسؤول لانه هو اللي مخلصوا هذيك السلطه وهذيك حقوق المواطن. وكنا راه مواطنين ومسؤولين من واحد الناحيه صحيح، ولكن اللي كيحمينا هي الدوله. واش انا غنمشي نوض ناخذ حقي بيدي؟ ما عنديش الحق. دابا الناس كينزعجوا من الاحتجاج، اذا لا دخلت انا بغيت ناخذ حقي بيدي اش غيديروا لي؟ فاحنا درنا الدوله باش هي اللي كتكلف. اما انا مسؤول، مسؤول هو انني نمشي نطق. واش ركنوا المغاربه لهذا الاحساس؟ لا واش اليوم لا يعني بهذه السلبيه وبهذه العدميه وبهذه اللي ما نكتب شكايه وما نتحرك، لان ما هذا الشيء فات حتمي. لا دابا ما كنقولوش حتمي، كنقولوا كاينه عندنا عناصر، عناصر الحل عندنا، عناصر النجاح عندنا بكثيره. اللي باقي ما مفهومش في المغرب هو واحد النوع ديال التردد. كل مره حتى عاوتاني كيبان لنا بان واحد الجزء من المغاربه ما عندوش استعداد يزيد حتى مليمتر نحو المسار ديالو. خصنا نحسمو اليوم، ما بقاش عندنا الحق نصوبوا دستور كيقعد القوانين وكيقعد الحقوق وكيقعد القواعد ونبقاو نبنيو في البريفابريكي. اذا عندنا كاين اشياء اساسيه. التفاصيل غتبقى صحيح، المشاكل غتبقى، التقصيرات غتبقى، الاخطاء غتبقى، كنعالجوها صحيح، كنا ما كاملين صحيح، حتى المجتمع فيه مشاكل صحيح، حتى المواطنين غيكونوا مقصرين صحيح، هادشي ما كنقولوش لا. ولكن بعدا خصنا نديروا الاطار العام، اتفقنا على واحد المواصفات معينه خصنا نمتثلوا ليها كاملين. فاللي باقي ما مفهومش لنا هو انه في كل لحظه كيكون عندنا احساس بان باقا حتى حاجه ما تحس. كل لحظه كنا ما كنجيو حنا يلاه خرجنا من الانتخابات، الاحساس اللي كان عندنا انه باقي ما حسمناش بان الانتخابات مساله حاسمه وهي اساس الخيار الديمقراطي. اليوم حنا باش ندوي بصراحه بابواب تشكيل الحكومه باقي ما حسمناش بانه هذا شان حزبي وكدبروا الاحزاب. عاود مواطن وقع عليه مشكل كيوقع يوميا، الناس كتشري الحوت خارج القانون، هادشي كيوقع. ولكن طريقه المعالجه كل مره كنبانوا بانه ما عندناش ادنى استعداد اننا ندخلوا العلاقات ديالنا وندخلوا المصالح ديالنا والطموحات ديالنا للقانون. ايه هذا فيه واحد الكلفه. فاذا انا كنقول اليوم خصنا نكونوا حاسمين. هاد السنه هذه كانت سنه يعني فيها داله، فيها مكتسبات، كانت سنه يعني مؤلمه، عشنا فيها اشياء ما صعيبهاش. كنذكر انا بالمسيره ديال الانتخابات، راه من قبيل هذا الباب هذا. الخيار الديمقراطي ودوله القانون عنده ثمن، ولكن الثمن ديال الفوضى بكل صدق ديال لا قانون ولا مؤسسات مكلف. واليوم المجتمع المغربي خرج من عقاله، خرج من خوفه، دخل المجال ديال الوعي وديال الطموحات. واش غادي نقويو المؤسسات باش تاثروا وتستوعبوا ويتحول الى طاقه ديال التنميه وديال البناء الوطني وديال الانتاج، ولا غادي نخليو لا ولا حنا كنهربوه يمشي للمجالات غير المؤسسه اقتصاديا وسياسيا وتنظيميا واعلاميا. وهدف في ظل وضع لا في ظل وضع ديال كاينه تحديات كبرى كتستهدف الوحده الترابيه ديالنا، كتستهدف الوحده الوطنيه الثقافيه ديالنا، كتستهدف المصالح ديالنا، الهويه ديالنا. ولكن في ظل هذا الشيء اللي خصو يكون كراعي اكثر، الاكثر عقلانيه والاكثر مسؤوليه والاكثر حزما والاكثر حذرا والاكثر انتباها، هو مؤسسات الدوله، هو المؤسسات العموميه. ما يمكنش لنا نجاوبوا على الحاجيات ديال المواطن والمطالب ديالهم بدون سياسه عموميه فعاله ومرافق عمومية فعالة وإدارة فعالة. بلا مؤسسات وبلا مرافق راه ما غننجحوش. الطرق اللي جربنا هذه 20 عام بإرادة حسنة النتائج ديالها كانت محدودة جدا. فاليوم يجب تحرير المؤسسات العموميه، يجب تمكين المؤسسات العموميه والمرافق العموميه والسياسه العموميه. وهذه المساله فيها تمكين الحكومه، خصها تكون عندنا حكومه حقيقيه، وحكومه حقيقيه خصها من الميلاد تكون حقيقيه، خصها يكون عندنا برلمان حقيقي، خصها تكون عندنا جماعات ترابيه حقيقه، خصها تكون لا مركزيه حقيقيه، خص جميع المصالح ديال الدوله تخدم، ما يمكنش تبقى بنيه وحده ما تخدم. فإلا ما عملناش هادشي، إلا ما قويناش المؤسسات والمرافق والسياسات العمومية، غادي يبقاو المواطنين ما كيلقاوش اللي يلبي مطالبهم وحقوقهم، وغيبقى يعني الشارع هو سيد الموقف. وهذا خطر عندنا كاملين، هو حق ديال المواطنين ولكن خطر عندنا. حنا بغينا يولي سيد الموقف، المرجعية ديالنا كاملين هو المؤسسات ديالنا، الثقة ديالنا في المؤسسات ديالنا، الفعالية كاينة في المؤسسات ديالنا. وهذه المسألة كتجيب النجاح
وبالمردوديه الشرعيه ديال المؤسسات راهينا والنجاعه ديال المؤسسات راهينا بالتحرير ديالها لخدمه المواطن واحترام الادوار ديالها والصلاحيات ديالها وكل واحد يمشي يدير خدمته اللي عنده شي حاجه مختص فيها يمشي يديرها ماشي كل مؤسسه باغا تنقص على المؤسسات الاخرين كل واحد باغي يدير الادوار